السلام عليكم. من أصلكم أنت؟ سلام. سلام ورحمة الله. حياك الله سعود. يا مرحبا. الله يحفظك يبارك فيك. حدثنا عن سعود. من هو سعود؟ اسمي سعود محمد بن سلمة. عمري 16 سنة. جاي أقدم فقرة إنشادية وإن شاء الله أنا تعجبكم. سبق أنك وقفت على مسرح سابقا؟ لا. أول مرة؟ تصوير؟ لا. أول مرة؟ تلفزيونيا؟ إيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. المنصة لك. إيه مشتاق الغضاك والغلا قلبي عطاك إيه ما سواك ولا أبد غيرك يمون يما يا نبع الحنان يا طروح المكان الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك ايه ما من سواك ولا ابد غيرك يمون شوفتك تسوى كثير والله اني لك اسير حبك قلبي كبير وانت لك قلب حنون ضمتك تشفي عناي والقى في قلبك دواي يا بلسم شفاي ايه احبك للجنون. الله جميل. انت الحين كسبت شخص استاذ ابراهيم بما انك في مجال النشيد. لا يبدا انت زيد وبعدين يجيني انا اقول بحكم مجالك في النشيد. والله ما شاء الله تبارك الله انا ما كتبت احساس رائع جدا 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 يا سعود ما شاء الله عليك وبيض الله وجهك. يعني من زمان انا ابغى اسمع كذا مو بقصور في اللي راحوا. في اصوات جميله والاسبوع اللي راح كان في صوت خارق جدا ما شاء الله جدا بس صوتك جميل صوتك عد وانت عارف وين انت فيه. كثير من المنشدين لما يجي ينشد ما يدري وين الطبقه اللي ينشد فيها تلقاه مره مرتفع مره نازل لكن انت صوتك معطينا يعني النغمه الجميله في صوتك ومطربنا فعلا شارب النشيد وقاعد تأدي بكل ثقه. جميل يا سعد. كلك ذوق. الله يسلمك. انا اقول ما بعد كلام استاذ ابراهيم نقطه واحده بس لو تكنيكيه طبعا هي يعني الله. أسلم. لو فتحت فمك شوية بتكون يعني واصل لنا بشكل أكبر. حلو. جميل تمكنك من اللحن جميل محافظتك على العرب والأشياء هذه جميلة بس لو فتحت فمك شوية وضحت لنا الحروف والصوت الجميل هذا صحيح. وكلام أستاذ إبراهيم طبعا أستاذنا في النشيد ما يحتاج. الله يا رب يسعدك أستاذ صالح. أستاذ زيد بصراحة حركت مشاعرنا بالنسبة لي. صوت جميل وعذب. الميزة اللي فيك صراحة انك تنشد لوحدك او امام جمهور كما انت. يعني ثقتك ما شاء الله تبارك الرحمن مرتفعة وواصلها بالعالي يعني السمو ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لك. اذا التصوير بشيل الطاولة انا كلها برفعها. ترفع الطاولة كلها؟ ارفع الطاولة انا كلها. زيد انا اعطيه الصوت. يقول ممتاز ورائع وجميل. الله انا اقول جميل وممتاز ورائع. الله 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 اسمع له تحيه قويه. الله يسلمك. خذ الكرت. الف الف مبروك. الف الف مبروك للرائع سعود محمد ابو سلمى. تسلم الكرت. الف الف مبروك.